دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك جديد الأخبار المغربية. قال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تيمبر سيلفا اليوم إن روسيا أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي المطروح منذ 2016، ووقعت نيجيريا والمغرب لأول مرة اتفاقية بشأن المشروع في ديسمبر 2016. وإلى جانب ربط البلدين، من المتوقع أيضا أن يربط خط الأنابيب البالغ طوله 5660 كيلومترا بعض البلدان الإفريقية الأخرى بأوروبا. وقال الوزير تيمبر سيلفا للصحفيين في أبوجا: كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، إنهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضا في الاستثمار في المشروع. وأوضح: هذا خط أنابيب سينقل غازنا عبر العديد من البلدان في إفريقيا، وأيضا على طول الطريق إلى حافة القارة الإفريقية، حيث يمكننا الوصول إلى السوق الأوروبية كذلك. وكشف سيلفا أن حكومة الرئيس محمد بخاري تأمل في بدء المشروع على الأقل قبل مغادرته منصبه في مايو 2023، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول تكلفة المشروع والميزانية المرصودة له. وكانت شركة ويرلي بارسونز الأسترالية أعلنت الأسبوع الفائت أنها ستتولى مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، موضحة أن الشركة الفرعية إنتينيسيا في هولندا ستتكلف بتنسيق مرحلة التصميم والهندسة في الأشهر المقبلة، ما سيسرع وتيرة تشييد المشروع الضخم. وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز الذي يفترض أن يعبر 12 دولة تضم 300 مليون نسمة قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية. وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوافر لديها حقوق الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. وتعتبر نيجيريا غنية بالهيدروكربونات، لكنها تنتج القليل من الكهرباء، مما يجعل صناعاتها غير قادرة على المنافسة. شكرا على حسن تتبعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.